نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطيت عائلة فقيرة عدد أفرادها 10 أعطيتهم طعاما، فهل يجزئ عن كفارة اليمين أم لا بد من التحقق من أن كل واحد قد أكل بعينه؟ لا يكفي، إذا كانوا 10 فقراء دفعت لهم 15 كيلو فيكفي هذا. نعم، دفعت لهم جملة 15 كيلو، كل واحد كيلو نصف،